وحنا نزيدو ندعموه، ولكن الناس اللي تاكل اموال الشعب، الناس اللي تاكل اموال الشعب، ما هو الدور تاع العداله؟ حنا جينا في عهد 54 باش العداله تكون حقيقه فوق الجميع، تكون حقيقه فوق الجميع. كان وزير جزائري، وزير جزائري راح لفرنسا فتشوه كيفاش هذا يمثلنا ويمثل الدولة الجزائرية، كيفاش يفتشوا وزير تاعنا في فرنسا؟ شيء غير مقبول، لأنه راه وزير تاع دولة كيما في الجزائر ما يفتشوش وزراء كيجيو، أي وزير تاع أي بلاد شهادة غير مقبول.